كما هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح المسيحيين في العراق والعالم بعيد القيامة، داعيا إلى وحدة الصف والتآزر مع الكوادر الصحية لحماية شعبنا من وباء كورونا، في حين قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التهاني للمسيحيين بالمناسبة، متمنيا أن يحل العام المقبل وقد تعافى العالم من هذه الجائحة. فيما بارك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المسيحيين بعيدهم، مشيدا بوقفتهم مع أخوتهم في الوطن وقفة واحدة وتضامن وتكافل كما هو عهدهم في كل الظروف. ولم يغب المشهد عن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الذي بارك هذا العيد، مؤكدا أن المسيحيين سيضعون أيديهم بأيدي إخوانهم لعبور العراق إلى بر الأمانة.